بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أخوكم زين الدين. اليوم حبيت نتطرق معكم إلى موضوع يعتبر نوعا ما حساس، وهو مشكل وهو مشكل من المشاكل اللي يلاقيها بالطبع الكثير من المصممين أثناء تنصيب إضافات داخل برنامج سكتشاب. تعلمون جيدا أن برنامج سكتشاب هو برنامج بسيط وجذاب بأدواته القليلة والبسيطة، غير أن حب منظومة التصميم لهذا البرنامج جعلهم يضيفوا له إضافات عديدة وكثيرة، وأصبحت لا تعد ولا تحصى، والكثير من المصممين يحبون نصب هذه الإضافات لتسهيل عملية الموديلينج. هناك بالطبع إضافات جد فعالة وساهمت في قوة البرنامج، هناك إضافات جد متواضعة. اليوم نتطرق إلى الطريقة السليمة في تنصيب هذه الإضافات داخل هذا البرنامج. بالطبع قبل ما نشرح الطريقة نتكلم بعجالة عن صيغة الإضافات. هناك صيغتين أساسيتين للإضافات، الصيغة القديمة هي صيغة RB، والصيغة الجديدة هي RBZ فايل، زبط RB فايل. بالطبع بالنسبة للصيغة القديمة، لاحظوا هذه العموم هو ملف بصيغة RB .extension .RB، وفي أغلب الأحيان يكون مرفق معه مجلد. هذا المجلد يعمل مع الإضافة هذه، يحوي بالطبع كل الأدوات اللازمة بما فيها الأيقونات البرنامج، عمل الإضافة عفوا داخل البرنامج، حيث ينصب كما نقول هذه الإضافة تنصب عفوا مباشرة داخل المجلد. يعني هذا الملف هذا RB والمجلد نتاعو يتنصبوا مباشرة داخل المجلدات. الصيغة القديمة ما زالت تعمل إلى حد الآن، يمكن تنصيب الإضافات من نوع هذا بواسطة النسخ واللصق داخل المجلد الأساسي اللي يعمل به البرنامج سكتشاب. كما أن الإضافة الثانية من نوع RBZ، هذه الإضافة تنصب مباشرة داخل البرنامج. كيفاش ننصب هذه الإضافتين؟ بالنسبة للإضافة الأولى، الإضافة نقدر نقوله للقديمة من صيغة RB، ممكن تكون وحدها ملف وحده لما تكون الأداة جد بسيطة، ولما تكون أداة متطورة نوعا ما وتحتاج أيقونات وكذا يرفق معها مجلد. ننسخ هذا الملف والمجلد داخل ملف البلوجانز الخاص بالبرنامج. كيفاش نصبوا هذه الملفات؟ بالطبع بالنسبة لبرنامج سكتشاب عندنا عدة إصدارات وتحديثات البرنامج، ابتداء من الإصدار الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الإصدار حتى الثامن. ومن بعد الثامن صارت قفزة أنه إصدارات جديدة وتحديثات جديدة، حتى الإضافات عرفت قفزة نوعية. بالنسبة لسكتشاب ويت 8، ينصب عفوا مباشرة، ننسخ هذا الملف RB والمجلد نتاعو داخل ملف البلوجنز مباشرة، هنا في سي بروجرام فايلز جوجل سكتشاب ويت 8 بلوجنز. المسار هذا سي بروجرام فايلز جوجل سكتشاب 8، بالطبع هنا الرقم 8 او 7 او الإصدارات القديمة، وفي داخل مجلد البلوجنز. نفس الشيء بالنسبة سكتشاب 2013 في سي بروجرام فايلز سكتشاب 2013 بلوجنز. ننسخ ونلصق هذا الملفين. بالنسبة للإصدارات الجديدة ابتداء من 2014 2015 تنصب داخل في المسار هذا السي يوزير، يعني مستعملي الجهاز، يور نيم يعني اسم الكمبيوتر، ابليكاسيون داتا رومانينج سكتشاب 2014 سكتشاب بلوجينز. نفس الشيء بالنسبة سكتشاب 2015 يوزير يور نيمز يعني اسم الكمبيوتر ابليكاسيون داتا. للتذكير الابليكاسيون داتا عبارة عن مجلد مخفي، هذا باش نوجدوه لازمنا نفعلو عدم اخفاء مجلدات السيستم.
راح نعطيكم طريقة أسهل للوصول للمسار دون اللجوء إلى تفعيل هذه الخاصية، عدم إخفاء مجلد السيستم. هذا لأن الابليكاسيون داتا عبارة عن مجلد يحوي جميع التطبيقات والداتا المعطيات ليعمل بها الجهاز السيستم، لذلك من الجانب الأمني فهو دوما يكون من المستحسن يكون مخفي. كيفاش نوصلوا للمسارين؟ هو الإشكال اللي واقع دايما للإخوة المصممين هو المسار هذا. المسار هذا عبارة عن مسار يعتبر ما نوعا ما معقد، والوصول إليه يتطلب بالطبع التركيز شوية، لكن بإذن الله تعالى الأمر سهل جدا. كيفاش نوصل للمسار هذا؟ بالطبع الوصول للمسار هذا، مثلا أنا في الجهاز نتاعي راني كي ذكرت هنا وقلت يور يوزير نيم، يعني اسم الكمبيوتر. أنا في الحالة هذه الكمبيوتر تاعي اسمه بالطبع سي يوزير، اسم افتراضي. هنا راهو ويندوز فرنسي، سي يوزير يعني اتيليزاتور، يوزير ها هو اسم الكمبيوتر بيبليك هذا للعام. اليوزير هنا في الحالة هذه الاسم تاعي راهو اسم افتراضي يوزير. ممكن عندكم في الجهاز تاعكم عنده أي اسم أثناء تنصيب الويندوز توضع الاسم هنا، هذا الاسم تاعي افتراضي. دونك في الحالة هذه الاسم تاع الكمبيوتر هو يوزير، يوزير بي سي. ثم هاي الابليكاسيون داتا، هذا المجلد هذا هو عبارة عن المجلد اللي راهو مخفي، المفروض ما يبانش. هنا يمكن تفعيل وعدم تفعيل، هنا اوبسيون، اوبشن فولدر اوبشن، او اوبسيون دي دوسي، ريشيرش دي دوسي، نضغط عليها في خانة الافيشاج او الفيو. هنا نزيل او عدم تفعيل افيشي لي فيشي دوسي الكتر كاشي هيدن فايل اند فولدرز، فايل عفوا فايل اند فولدرز بالتفعيل هنا الخاصية هذه. لو ننزع التفعيل راح راهو لاحظتوا بلي راهو اختفى. كيفاش نوصلوا للمسار هذا دون اجراء كل هذه العمليات هذه؟ بالطبع انا في الحاله هذه هاو المسار سي، عفوا انا عندي سكتش اب 2015، ننسخ المسار هذا سي يوزير، ننسخه كوبي، نروح للميني ديماري، ثم نلصق مباشرة، ندخل مجلد البلاجن. هذه الطريقة الأولى، يعني نوضع المسار في خانة البحث، أو نذهب يدويا نبحث عليه يدويا كما اتفقنا. بالطبع اكسبلوري سي يوزير، نروح هنا نفعل المجلدات المخفية. اوكي راح ندخل يوزير، راح نلقى ابليكاسيون داتا، راح نلقى رومانينج، راح نلقى سكتش اب، سكتش اب اس، سكتش اب، سكتش اب 2015، سكتش اب بلوجينز. ندخل مجلد البلاجن، هنا نقوم بعملية النسخ، يعني بالمفهوم ننسخ المجلد هذا والملف هذا في المجلد هذا إذا كانت الإضافة بالصيغة القديمة. إذا كانت الإضافة بالصيغة الجديدة هناك طريقة أخرى. دونك راح ننسخ المجلد هذا والملف كوبي، ثم هنا كليك يمين كولي. بالطبع هنا راهو منصب من قبل، منصب من قبل، معليش نعاودو نحذفو ونغيرو كل شيء. ثم نقوم عفوا هنا راهي صارت خطأ لأن البرنامج راهو في حد ذاته راهو برنامج يشتغل، من المستحسن غلق سكتش اب. بالطبع هذه الطريقة الأولى، كي كل ملف قديم كي كل ملف جديد بصيغة r.rbz عربي كونسول. بالطبع نروح سكتش اب من خانة ويندوز اكستنسيون بريفيرونس عفوا
اكستنسيون انستال اكستنسيون، ونروح نحدد مثلا الملف هذا ار بي زد، نفتحه، تأتيني رسالة، نضغط على اوكي، ثم تأتيني رسالة بلي هذه الإضافة نصبت بنجاح. ممكن تظهر في أول وهلة وممكن ما تظهرش، حتى نعيد تشغيل البرنامج فتظهر لنا الإضافة. بالطبع لتسهيل المهام نهائيا، المسار هذا مسار البلاجن اللي كنت نذكره بالنسبة لسكتشاب 2015 ولا 2014، المسار هذا نوعا ما معقد. كي ندخل نبحث عليه مثلا كنترول في كولي، نبحث عليه هنا، نوضع له اختصار لمسطح المكتب. انا بالطبع وضعت له اختصار هنا وعطيت له بالطبع هذا الاختصار هذا، كليك يمين بروبريتي، بالطبع راح نعطيوه مظهر شانجي ليكون، نعطيوه مظهر متميز باش نعرفوه مرة اخرى. انا في الحالة هذه اعطيته المظهر هذا، نحذف هذا. يمكن مباشرة الدخول مسطح المكتب مستقبلا من هنا والنسخ مباشرة. نروح هنا نهز الملف هذا والملف هذا بالصيغة القديمة وننسخهم هنا، ونفتح برنامج سكتشاب، نوجد الإضافة نصبت مباشرة. في الأخير أرجو أني استطعت إيصال الفكرة، واستفدتم الدرس هذا من الفيديو هذا. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.